الكابتن محمود صالح. مساء الخير يا كابتن محمود. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا يا كابتن محمود. انا سعيد طبعا بشارك في الحدث ده يعني طبعا، وفي الشكل طبعا الكابتن محمود الخطيب بيمثل يعني قدوة لينا ووجهة مشرفة الحقيقة لكل، مش الكورة بس، لكل الرياضيين في مصر الحقيقة. أكيد أكيد في إجماع في الآراء ومتفقين كلنا على الكلام ده يا كابتن محمود. تمام. إيه دايما الحاجات اللي بتحب تفتكرها وتقولها لما يطلب منك رأي عن المحمود الخطيب، هذا النجم الكبير على مستوى كرة القدم، اللاعب المتميز الموهوب وعلى المستوى الإنساني؟ طبعا هو ما فيش شك بالنسبة الموهبه وموهبه الكابتن الخطيب، يعني يمكن في اجماع طبعا، حتى اللعيبه اللي هي كانت جيله، اللعيبه اللي كانت بتخش في تنافس معاه، كلهم اجمعوا ان هو طبعا كان متفرد الحقيقه، وبيمثل يعني القمه من ناحيه الموهبه ومن ناحيه الامكانيات الكرويه يعني اللي عنده. الحقيقه احنا كنا محظوظين كجيل ان احنا طلعنا لقينا جيل عظيم الحقيقه، كابتن محمود الخطيب، الكابتن مصطفى عبده المرحوم، الكابتن ثابت، الكابتن اكرامي، مش عايز يعني انسى حد الحقيقه. الحقيقه حب النادي والاخلاص للنادي وتحمل المسؤوليه، والحقيقه جيل اتعلمنا منه كتير يعني، اذا كان احنا تميزنا بشيء بعديهم يعني كجيل بعديهم، الحقيقه هم الجيل ده كله كان ليه الفضل الحقيقه. وبتذكر الماتشات والتجمعات، وكنا نقعد واللعيبه الكبار موجود، الكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده وبقيه الكباتن الكبار الحقيقه، ودايما مشهوره حتى في النواحي الفنيه في الملعب بيوجهوها لنا، والحماس بقى والاراده والتصميم ان احنا نكسب واسم النادي واحنا بنمثل نادي كبير. الحقيقه كل الحاجات دي اتعلمناها منهم الحقيقه كجيل يعني، وطبعا على راسهم بذكر يعني كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب. ما فيش كابتن محمود طبعا مش على مستوى مصر، على المستوى العربي الحقيقه يعني الكابتن محمود كان يمكن ساهم كمان حتى في زياده الجماهير او شعبيه النادي الاهلي في الفتره اللي لعب فيها الحقيقه، مش في داخل مصر، حتى على مستوى الوطن العربي. كان بيطمنكم يا كابتن محمود، كان بيطمنكم وجوده في الملعب فنيا، لاعب بالقدرات دي، سواء معاكم في منتخب مصر في اي مباراه وديه او رسميه او على مستوى مباريات الاهلي المحليه والافريقيه، تاثيره ايه في الملعب؟ اكيد اكيد هو مش ناحيه فنيه بس وامكانيات فنيه بس الحقيقه، شخصيه الروح القياده اللي هي موجوده فيه الحقيقه كان متميز بيها الحقيقه، ودي يمكن كانت بتدينا ثقه خصوصا في بدايه حياتنا، فما ابتدينا نلعب باسم النادي الاهلي طبعا وجوده ما فيش شك بيدي ثقه لينا وللجمهور اللي بيتفرج في الاستاد وحتى للمشاهدين اللي يتابعوا من خلال التلفزيون. الحقيقه لا يعني يمكن مش عارف اعبر حتى على كل اللي جواه الحقيقه، انما بكل التقدير والاحترام الحقيقه للكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كمان يمكن غير نظره المجتمع للعيبه الكوره، انت عارف كان زمان اللاعب عشان يروح يلعب نادي يمكن من ورا اسرته يروح يلعب وكده، ويمكن كانت الاسر بتبقى يعني رافضه ان ابنها يلعب كوره، انما مع يعني الكابتن الخطيب الحقيقه يعني كان رمز الحقيقه، وكان يعني وجهه للنادي، وجهه لعيبه الكوره، كان مثقف لابق في الكلام، سلوك اخلاقيات وسلوك وتصرفات الحقيقه، كل دي ادت قيمه للاعب الكوره، وفي نفس الوقت اصبح الاسر بيتمنوا ان ابنهم يبقى زي الخطيب. عارف ان ليا صديق بيقول كلامك ده بالظبط يا كابتن محمود، الله يرحمه، صديق عزيز جدا رحمه الله، اسمه هشام حسن، وكان بيقول دايما انه الكابتن الخطيب كان من اسباب، من وجهه نظر هشام كان بيقول دايما الكابتن الخطيب ارتقى بمكانه لعيب الكوره في المجتمع المصري، وخلى المجتمع يبدا ينظر للعب الكوره بنظره فيها تقدير اكبر واحترام اكبر للموهبه. بالظبط، ويتمنى اولاده يلعبوا رياضه ويبقوا لعيبه كوره. فهو عمل النقله دي الحقيقه، هي دي، هو يعني الكابتن الخطيب الحقيقه عمل النقله دي، هو صاحب فضل حقيقي على كل لعيبه الكوره في مصر، وهو بيتمتع بعلاقات طيبه ومكانه في كل انديه مصر، كل انديه وطن، لانه كمان كان سلوكيا كمان محبوب من الجماهير، عمره ما كان اسمه محاط بالمشكلات، عمره ما كان طرف في مشكلات، ما بيتجاوزش في الملعب، يعني مركز على الجانب الفني وشغله كلاعب كوره محترف، وبينجز من هذا الجانب على مستوى ادائه الاحترافي في الملعب وموهبته الكبيره، وكان دايما مركز في الكوره وبعيد عن الجدل والمشكلات وكل الحاجات اللي ساعات زعلنا من نجم رياضي لو ما كانش ملتزم. كل عمره لم يتلفظ مره بحرف واحد في تجاوز الحقيقه. احترامه للاجيال القديمه واهتمامه بينا كاجيال صاعده، لا هو الحقيقه يعني
تأثيره كبير جدا 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 الحقيقة، يعني يتكتب في كتاب يعني الحقيقة. طيب تقدير بيه، ربنا يديله الصحة ويوفقه إن شاء الله في رئاسة النادي الأهلي الفترات اللي جاية بإذن الله، وأتمنى لك كل توفيق ولي ولأسرته ويبقوا كلهم بخير إن شاء الله. هل كنت تتمنى في وقت من الأوقات إنه يحترف في أوروبا يا كابتن محمود؟ لأن كان في وقت من الأوقات في حوار سابق النجم الكبير الكابتن مصطفى يونس قال لنا بعد مباراة سابقة بين الأهلي ومونشن جلادباخ الألماني، قال ببساطة الكابتن مصطفى إنهم بعتوا للنادي الأهلي شيك على بياض أو خطاب لم تحدد فيه القيمة المالية، قالوا إحنا عايزين هذا اللاعب بأي قيمة بأي ثمن، بس النادي الأهلي يحدد السعر المطلوب لإتمام الصفقة. هل تعتقد إنه كمان موهبته كانت تؤهله وقدراته البدنية الفنيه لنجاح عالمي لو احترف في اوروبا؟ كلام حضرتك مظبوط، يعني حتى لو في امكانيه تجيبوا لقطات من الماتش بتاع مونش جلادباخ، شوف اداء الكابتن خطيب بيتفوق على اللعيبه اللي هم لعيبه مونش جلادباخ. يمكن ما كانش في الثقافه قوي بتاعت الاحتراف الخارجي دي، انما هو لو جات له فرصه طبعا هيبقى في مصاف يبقى على المستوى العالمي يعني، وكان ربنا هيوفقه امكانياته كلها تاهله كده يعني ان شاء الله. هو اخذ احسن لاعب في افريقيا في 82، لو حضرتك رجعت بالذاكره شويه لسنه 82 فتره الثمانينات دي 83 الكره الذهبيه افريقيا، بص كانوا عاملين ازاي حضرتك. اه صحيح، المستوى اللاعبين في افريقيا كانوا عاملين ازاي، يعني في الجزائر في المغرب في نيجيريا في الكاميرون، يعني برغم ذلك هو تفوق وقدر فعلا انه اول لاعب مصري يحصل لاحسن لاعب في القاره على مستوى القاره الحقيقه. يعني هو ليه افضل كتير قوي علينا كلاعبين كوره الحقيقه، حتى على الاجيال اللي سبقته، يعني يمكن رجع لها شيء مش عايز اقول يعني الناس اتغيرت، حتى من الناس اللي هي بطلت، عارف حضرتك يمكن الاجيال اللي هي اكبر من الكابتن الخطيب بعد ظهور الكابتن الخطيب في الفترة الزمنية اللي هو لعب فيها، الناس حتى بتبص للعيبة القدام بشكل تاني غير الأول. بقى في تقدير أكبر لنجوم الكورة. الأجيال القديمة والأجيال اللي بعديها. وحضرتك كمان بتقول يا كابتن محمود إنه كمان الوقت اللي حصل فيه على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 83 كانت المنافسة صعبة جدا لمستوى المواهب الكبيرة اللي كانت موجودة في القارة في الوقت جدا جدا جدا، ممكن في لعيبة كتير ممكن في الفترات دي هو ما كانش متيح ليه إن هو يلعب على كأس عالم، برغم كده إن هو قدر يثبت وجوده الحقيقة، واتمنى بس تجيبوا يعني لو في امكانيات تجيبوا جزء كده من ماتش مونشن جلادباخ ان شاء الله. ان شاء الله يعني هو متفوق عليهم بكتير يعني ان شاء الله. هنستعرض اللقطات دي وهتبقى دايما موجوده معانا في ذاكره الاهلاويه ومحبي الكابتن محمود الخطيب وكل متابعي شاشه قناه الاهلي، ونستعرض كل الذكريات الجميله دي لنجوم كبار. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن محمود، جيل من اندر الاجيال في تاريخ الكره المصريه جيل الكابتن الخطيب، ومواهب استثنائيه كان هو كمان على الاطلاق الموهبه الاكبر فيها. بشكرك جدا على مشاركتك معانا، نجم دفاع منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا كابتن محمود صالح.